مشاهدينا برحب بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين معاكم في تايم لايف. وصلنا لفقرتنا الاخيره، فقره ويكان، ونجمنا النهارده واحد من اللاعبين اللي عرفوا طريق التالق، وهو محمد ابو الغار، لاعب منتخب مصر للسكواش اللي كان شعاره ويكان وهو بيفرض اسمه بين نجوم اللعبه من خلال نتائجه المميزه. محمد ابو الغار بشعار ويكان فاز ببطوله الجمهوريه وهو ناشئ عشان يثبت نجوميته بلعبه الاسكواش من وهو صغير. شعار ويكان تغلب ابو الغار خلال مسيرته على نجوم ليهم وزنهم، منهم كريم عبد الجواد بطل العالم واللاعب النيوزيلندي كمان بول كول. هنشوف دلوقتي التقرير عن نجمنا النهارده محمد ابو الغار ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. Match balls for Abu Algar, and he's done it. 11-7. Abu Algar's beaten. أحد النجوم التي لمعت أسماؤها في عالم لعبة الإسكواش وتألقت داخل القفص الزجاجي، إنه محمد أبو الغار، لاعب منتخب مصر للإسكواش الذي ظهرت موهبته في عالم اللعبات منذ الصغر. عندما نجح في حصد بطولة الجمهورية اللاعب المصنف، حقق محمد أبو الغار نتائج إيجابية خلال مسيرته، حيث تغلب السابع على العالم حسب التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للإسكواش على اللاعب النيوزيلندي بول كول المصنف السادس على العالم ببطولة السوبر العالمي للإسكواش. وجاء ذلك الإنجاز في مباراة استمرت ل 27 دقيقة بنتيجة أشواط 2-0 بواقع نقاط 11-6 و11-3 ضمن منافسات مرحلة دوري المجموعات ببطولة السوبر العالمي للإسكواش. ومن ضمن النتائج الإيجابية في مسيرة محمد أبو الغار حينما فاز على كريم عبد الجواد بطل العالم بنتيجة 3-1 في الدور الثاني من بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش عام 2017، وحرمه وقتها من تصدر التصنيف العالمي للاعب الإسكواش للمرة الأولى، حيث كان يحتك كريم عبد الجواد المصنف الثاني عالميا في ذلك الوقت بالتحديد للوصول للدور الربع النهائي على الأقل لاقتناص صدارة التصنيف من محمد الشربجي. واستمرت المباراة لمدة 64 دقيقة من اللعب، وتغلب أبو الغار في النهاية على بطل العالم في مباراة مثيرة وحماسية. ومؤخرا ودع اللاعب المصري محمد أبو الغار المصنف السادس عالميا بطولة الأهرام الدولية للإسكواش بطريقة درامية بعد الخسارة أمام الإنجليزي كريس سيميسون بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية طويلة دامت لمدة 5 أشواط في 73 دقيقة، حيث جاءت الأحداث الدرامية عندما تقدم اللاعب الإنجليزي في الشوط الأول بنتيجة 12-10، وعاد أبو الغار ليتعادل في الشوط الثاني بالفوز بنتيجة 11-7، ثم تقدم سيمبسون مرة أخرى في الشوط الثالث بنتيجة 11-3، وتعادل أبو الغار من جديد في الشوط الرابع بنتيجة 11-8، قبل أن ينجح اللاعب الإنجليزي في حسم المباراة لصالحه والفوز في الشوط الخامس بنتيجة 11-5. محمد ابو الغار كان شعاره ويكان في بدايته القويه بعالم لعبه الاسكواش، ولسه اكيد متمسك بنفس الشعار عشان يقدر يحقق بطولات في الفتره اللي جايه. مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا، ان شاء الله نشوفكم بكره في حلقه جديده من تايم لايف. دمتم في امان الله.